قال رحمه الله تعالى: باب في من أصاب ذنبا ثم توضأ وصلى المكتوبة. الصلاة المكتوبة هذه أمرها عجب وشأنها عظيم. في هذا الباب الذي هو باب غفران الذنوب وتكفير السيئات يقول عليه الصلاة والسلام في بيان عظم شأن الصلاة في هذا الباب: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم عند بيتك، أمام البيت نهر جاري، نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات، كل يوم يدخل في النهر ويدعك بدنه ويغسل بدنه في هذا النهر، أيبقى من درن البدن شيء والأوساخ؟ هل يكون في البدن شيء من الأوساخ؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا مثل الصلوات 5 في تكفير الذنوب. الصلاة شأنها عظيم جدا، ولهذا سبحان الله لما كان شأن الصلاة عظيم جدا في باب المغفرة، مغفرة الذنوب، فإن الاستغفار جاء في كل أعمال الصلاة، في كل أعمال الصلاة، في الاستفتاح، بعض أدعية الاستفتاح فيها الاستغفار: اللهم أتباعد بيني وبين خطاياي. وفي الركوع أيضا جاء الاستغفار، في الركوع جاء الاستغفار: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، هذا في الركوع والسجود، فجاء الاستغفار في الركوع، وجاء أيضا في الرفع من الركوع الاستغفار في حديث ابن أبي أوفى في صحيح مسلم: طهرني من خطاياي كما يطهر الثوب الأبيض من الوسخ، هذا في الرفع من الركوع ثبت وهو في صحيح مسلم. والسجود ثابت فيه الاستغفار في أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، أوله وآخرة، علانية وسرة، وفي الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي. وقبل السلام أيضا ثبت الاستغفار، وبعد السلام استغفار 3، فكل أعمال الصلاة فيها استغفار. ولهذا الصلاة شأنها عجب في غفران الذنوب، ولهذا ينبغي على الداخل في الصلاة أن يعلم أنه داخل في باب مغفرة، داخل في باب مغفرة لذنوبه. هذه الصلاة صلة بين العبد وبين الله، ودخول على الله عز وجل. وكم يخرج المرء من صلاته وحصل له ماذا؟ مثل ما مر علينا في النهر الآن، الرجل الذي يدخل في النهر ويغتسل، هذا يدخل في صلاته ويخرج منها وقد تطهر. فينبغي أن تعظم هذه الصلاة وأن يعظم شأنها. وحظ الإنسان من الغفران في الصلاة بحسب حظه من الإقامة للصلاة، لأن بعض الناس ما له حظ من صلاته، وحظ الإنسان من صلاته ما عقل منها. فينبغي على الإنسان أن يقبل على هذه الصلاة المفروضة إقبالا عظيما، ويحسن إقامتها، ويوفي أركانها وشروطها وسننها ومستحباتها، اعتني بها عناية عظيمة جدا، فإن لها آثار عظيمة. ومن هذه الآثار العظيمة أنها من أعظم أبواب المغفرة.